أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر؟ لا يوفون، مدحهم بالوفاء يا أخي، ما مدحهم بالنذر. أنا أقول لكم يعني لا تجيبون شيء من عندكم. الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر، مدحهم على الوفاء، على الوفاء بالنذر، ولم يمدحهم على النذر نفسه. نعم، فلا تعارض بين الآية والأحاديث. نعم.